المشكل ديال اجل الاداءات هو مشكل مطروح اليوم في حده بالنسبه للمقاولات المغربيه. نظمت الغرفة ديال التجارة والصناعة والخدمات الجهة الضربة دستات لقاء أو مائدة مستديرة حول موضوع إجراءات تقليص أجل الأداءات. هذا الموضوع هو موضوع جد هام بالنسبة للمقاولات المغربية فيما يخص تقليص ديلي دو بايمون مع القطاع العام والقطاع الخاص. دونك لا بروبليماتيك ديال ديلي دو بايمون اللي تيشتغل على المغرب منذ الخطاب ديال سيدنا الله يسره في 2018، واللي من خلالها الحكومة المغربية عملت بزاف ديال الإجراءات منهم الخلق ديال المرصد الوطني لتتبع أجل الأداءات في المغرب، وكذلك خلقت دي يعني لجان محلية لتتبع أجل الأداءات. اليوم الغرفة تتنظم لقاء ما بين الخزينة العامة المملكة وكذلك المديرية المالية والقطاع الخاص لفهم الإجراءات التي قامت بها الإدارة، كذلك الوقوف على ما هو جديد في التعامل في المسألة ديال الفوترة الفاكتوراسيون. كاين واحد البوابة إلكترونية جديدة اللي دارت اللي من خلالها الشركات غادي يشتغلوا على تقليص أجل ديال الأداء من خلال الرقمنة ديال الفواتير. هذه من جهة. من جهة أخرى كذلك هناك مجموعة ديال الشركات اللي تتعامل مع إما القطاع العام أو الجماعات المحلية واللي هي معنية اليوم بهذا اللقاء هذا باش توقف على الكيفية ديال تقليص يعني المدة الزمنية من خلال بعض الإجراءات اللي تكون في بعض الوقت إجراءات اللي هي تطلب مجهود يعني بالنسبة لتحضير الملف، لتحضير الطريقة ديال لا فاكتوراسيون لو ديبو ديالها اكسيتيرا. دونك اليوم هذا اللقاء كان مهم بحيث كذلك تمكنوا الشركات اللي حضروا معنا اليوم من التعرف على التوقيع الالكتروني لا سيناتور الكترونيك اللي من خلالها تيدار لو ديبو الكترونيك دي فاكتور، وهذه مرحله جديده في الرقمنه ديال المعاملات ما بين القطاع الخاص وما بين القطاع العام. الشركات اليوم اللي غتعامل بالرقمنه ممكنها غير تربح واحد الوقت اللي هو مهم بالنسبه للمعاملات، لان اليوم لا ديجيتاليزاسيون إلي لا بور سامبليفي لا في ديال لونتربريز، وخصنا نشتغلوا وخصنا نفهموها. وهنا تنتكلموا على المقاولات الصغرى والمتوسطه، الشركات الكبرى عندها امكانيات ديالها انها توظف خبراء وهذا باش تربح هذا الوقت، ولكن الشركات اغلبيه الشركات المغربيه اللي هي الشركات الصغرى والمتوسطه احنا الدور ديالنا هو المواكبه ديالها في التكوين وفي التعريف بجميع ما يقدر يفيدها في هذا الباب. هذا اليوم من خلال لقاءات مع المسؤولين تم الاتفاق على انه تكون دورات تكوينية في الجهة لتفسير وتبسيط يعني المساطر لربح أجل في أداءات.